فخامة رئيس الجمهورية في مناسبات عديدة من خلال الحث على ضرورة القطيعة مع كل الممارسات المنافية للحكامة الرشيدة والرفع من فعالية الأداء وعلى حسن تسيير الممتلكات العمومية وتفعيل الرقابة القبلية وعلى تسريع تنفيذ السياسات العمومية والبرامج التنموية. معالي الوزير الأول، فما هي الآليات والإجراءات والتدابير العملية التي اتخذتها حكومتكم لتنزيل هذه التوجيهات على أرض الواقع بما يضمن مردودية وديناميكية أكبر للمشاريع ويجنبها المطبات والمشاكل التي عانت منها خلال الفترات السابقة؟ وما معالم المخططات التنفيذية لهذه البرامج التي تحدد لكل قطاع أهداف ينبغي له تحقيقها في أفق زمني محدد ويتيح للهيئات الرقابية إمكانية المتابعة والتقييم؟